السلام عليكم ورحمه الله جمعه مباركه للجميع وسحر رمضانكم كل عام وانتم بخير سؤال ساله احد المتابعين واكيد المشكل وقع فيه جميع المستفيدين من منحه البطاله الذين يريدون تجديد بطاقه العمل او الذين يريدون الدخول الى موقع منحه البطاله منحه.anem.dz عندما تدخل الى الموقع تكليكي على الرابط راح تجيك هذه العباره سيستام أو مانتونس يعني قيد المعالجة وهذا شيء طبيعي جدا أي موقع يتعرض إلى الصيانة او تحديثات راح تكون بالموقع يعني هذا شيء طبيعي جدا لا تقلقوا وراح يحل الموقع ويد يفتح وبإمكانكم تجديد بطاقه العمل مره اخرى يعني بعد يوم او بعد يومين يعني ما تفوش ثلاثه ايام مستحيل باختصار هذا هو سبب غلق موقع منحه البطاله وراح يفتح في اقرب وقت ان شاء الله وكما قلنا اي موقع يتعرض لصيانه او تحديث لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد